حادثة مؤلمة وفجعة الحقيقة، يعني وجعت قلوب الناس كلها. عارفين المعدية اللي بتطلع عليها الميكروباصات أو العربيات عشان تعدي من البر ده للبر ده؟ الحادثة حصلت في منطقة منشاة القناطر في الجيزة، كان عليها عربيات، كان من ضمنها عربية ميكروباص أو عربية صغيرة فيها بنات بتجري على أكل عيشها وعلى رزقها، بتتنقل من الحتة دي للبر التاني، بتشتغل في مصنع للتجفيف بتاع الخضار والفاكهة. هقول لكم طبعا لسه التحقيقات بتاعة النيابة شغالة، وكل شوية وكل كام ساعة بيبقى فيه مفاجأة كمان جديدة. اللي حصل ان الميكروباص او العربية دي اخترقت الحاجز الحديد بتاع المعدية ووقعت في النيل. لغاية دلوقتي في 12 بنت توفوا وتم انتشال الجثث بتاعتهم، في أربعة لغاية دلوقتي لسه في عداد المفقودين مش لاقينهم، وفي تسعة قدروا انهم يطلعوهم أحياء وبيتعالجوا دلوقتي. هي بقى الفكرة، طبعا السواق كان من ضمن الناجين اللي هم انتشلوهم وعايش لغاية دلوقتي ومقبوض عليه وتمام، وبيتم التحقيق معاه المسؤول عن المعدية عشان تهمت برضو الإهمال. لكن يا جماعة المفاجأة اللي اتفجرت في التحقيقات ان السواق كان بيتخانق مع واحد تاني على المعدية وما استخدمش الفرامل. انتم متخيلين الإهمال وحياة الناس وأرواح الناس واصلة بيه لغاية فين؟ ما استخدمش الفرامل، شايل رجله من عليها، فالعربية راحت اخترقت الحواجز الحديد بتاعة المعدية وقعت في النيل. يعني طبعا هم طالبين دلوقتي طبعا الطب الشرعي التقرير بتاعه، تحليل مخدرات للسواق، التأمين بتاع المعدية والمسؤول عنها هو مين، هو ايه وايه الخطأ اللي فيه عشان العربية تخترق الحاجز وتقع. فهو اهمال بكل المقاييس، وارواح الناس دي مش مشكلة في 60 داهية، المهم ان هو بقى لو بيتخانق ولا ممكن يسيب البتاع ده، يبقى بيشرب كوباية شاي ولا بيكلم حد جنبه، واللي يحصل يحصل. وكانت النتيجة الفجعة اللي حصلت دي. وطبعا تحقيقات النيابة لسه مستمرة، ربنا يعزي أسر البنات اللي بتخرج من بيتها بتجري على لقمة عيشها وعلى رزقها وبتفقد حياتها بسبب إهمال ناس متعرفش معنى المسؤولية. بالتأكيد يعني حادثة يعني كبيرة كبيرة جدا، والإهمال الإهمال في كل مرة هو اللي بيتصدر المشهد. مهما كان في إصلاحات كتيرة جدا بتحصل حتى في الطرق، تلاقي بيعملوا في مصر أحسن طرق، على فكرة مصر فيها طرق أفضل من أوروبا، لكن عندنا إهمال مش موجود في أي حتة في العالم، إهمال بأرواح البني آدمين. انزل كده وانت ماشي على الدائري تلاقي الدائري وسعوه جدا وبقى حلو وبقى زي الفل، بس انزل أي كوبري بينزل لأي حتة في الدائري، وأنا راهنك من دلوقتي وخد معاك كاميرا موبايلك وانت نازل بالعربية، هتلاقي عربيات طالعه الكوبري بالعكس او نازله طالعه الكوبري بالعكس كتير. يعني انت تبقى نازل وهو طالع، او انت طالع الطالعه الصح وفي واحد نازل بالعكس. فاحنا عندنا الاهمال وارواح الناس يعني اتفع حاجه في الكون كله، لان في الاخر خالص يعني هو السواق ده يعمل له ايه؟ يعني هيتعمل له ايه؟ يعني اتحبس يعني هيتعمل، هياخد له كام سنه صغيرين وبتاع واهمال وبتاع. في الاخر خالص هي قضية إهمال، مش هتدخل حتى تحت بند جنايات. أنا مش بفهم في القانون، بس ده غالبا اللي بيحصل، وبيبدو أن الموضوع كبير في الأول، وبعد 6-7 شهور الموضوع بيموت وبتموت معاه الحكاية، ونفضل حكايات تانية.